تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار من إفشال عملية منظمة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 9 أشخاص كانوا بصدد تنظيم عملية هجرة سرية من شاطئ المساعد، كما أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية والعديد من المعدات. في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبناء على معلومات مؤكدة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار مجموعة عين تموشنت من توقيف 9 أشخاص من بينهم شخص ذو جنسية مغربية تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 46 سنة، كانوا بصدد تنظيم لعملية الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى بالضبط على مستوى الشاطئ الصخري غير المحروس كافي قالوا بلدية المساعيد. أسفرت العملية عن حجز زورق مطاطي 4 سيارات سياحية مخصصة لنقل المهاجرين بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية مقدر ب 1200 أورو، مبلغ مالي بالعملة المحلية مقدر ب 432,000 دينار، 6 هواتف نقالة أين وجهت لهم جنحة القيام بالتدابير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر البحر، جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز العبور، جنحة دخول أجنبي إلى التراب الوطني دون استيفاء الإجراءات القانونية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.